ملي دخلنا للمول مشيت لمروة قلبت صدفة واش فيها دي بروموسيون، لقيت دي بروموسيون كاينين في واحد السريولات، خديته في لون واخ، خديته ب99 درهم. حتى السبيبطة تعجبوني، هاد السبيبطة بلا، ولكن انا البلا اللي نازل بزاف يعني ما فيش دو ميطالو ما تنقدرش عليه. المهم شفنا الاثمنه ودرنا دويره، كاين صراحه دي برومو زوينين في مروه، اثمنه يعني كاين لي برومو هاد الايام، هاد شهر 3 كامل داز كله تخفيضات. هادوك البليغات حتى هما اللي شفتو تماك حتى هما زوينين وفيهم لي برومو، دايرين لهم تقريبا 129 درهم. عجبوني داك الديزاين اللي فيهم. السيده اللي مشات معايا قالت لي لار كاينين في ماماد حسن منهم غير ب100 درهم، ولكن ملي مشيت درت مقارنة، درت مقارنة لقيت يعني هادو ديال المروة حسن من ديال ماما، الديزاين اللي فيهم والديكوراسيون داكشي زوين. حتى هاد الكسيوة عجباتني صراحة. ايوا صافي، هذا ما كان خديت سروال في النواغ من مروة، وخديت من ماما خديت صبيبيط، صافي هادشي اللي خديت. صراحه ما كنتش معوله نتقدع، لقيت فيهم دي برومو وما بيتش نفلت الفرصه وصافي. بقاو معايا ما تمشيو. كاينه في المزار كيكريوها 10 دقائق ب30 درهم. ها هي ركبت فيها الدراري.
اجلس.